بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محاضرة اليوم راح نتكلم عن section 4.3 بعنوان increasing and decreasing functions أو الدوال المتزايدة والمتناقصة. أهلا وسهلا بكم وأتمنى لكم محاضرة ممتعة بإذن الله. في بداية هالمحاضرة راح أقدم مفهوم مهم وهو مفهوم increasing and decreasing functions أو الدوال المتزايدة والمتناقصة. الآن شو المقصود في increasing function وشو المقصود في decreasing function؟ خلينا نشوف definition 4.3.1. A function f defined on an interval i is said to be increasing. يعني الفانكشن إذا كان معرف على الفترة i بنسميه increasing أو متزايد على هالفترة. متى؟ إذا كان عندي f الـ x1 أقل من f الـ x2 whenever x1 أقل من x2 for all x1 و x2 ينتمي إلى الـi. يعني لما تكون الـ x1 أقل من x2 هذا لازم يتضمن أن f الـ x1 تكون أقل من f الـ x2. طيب الآن عشان توضيح مفهوم الـ increasing function خلينا نفرض مثلا عندي الفانكشن بالصورة هاي مثلا هذا الفانكشن f of x. لاحظوا الآن لو أخذت مثلاً الـ x1 أقل من الـ x2 إذن خلينا نفرض هاي الـ x1 الـ x2 أكبر منها هتكون على يمينها وهاي الـ x2 مثلاً خلينا الآن أشوف شو العلاقة بين f الـ x1 و f الـ x2. لاحظوا هاي f الـ x1 وهاي f الـ x2 ممتاز. إذن لاحظوا لما تكون الـ x1 أقل من الـ x2 بتكون كمان f الـ x1 أقل من f الـ x2. يعني الفانكشن بكون increasing إذا كل ما تحركت لليمين يعني الإكس بتزيد شو راح يصير بالواي؟ الواي كمان راح تزيد وبالتالي شكله راح يكون مثل الشكل الموضح أمامي. طيب هذا increasing function خلينا نشوف شو معنى decreasing function. A function f is said to be decreasing on i يعني بنسمي الفانكشن f متناقص على الفترة i متى؟ إذا كان f الـ x1 أكبر من f الـ x2 whenever x1 أقل من x2 for all x1 و x2 ينتمي للاي. يعني لما تكون عندي الـ x1 أقل من الـ x2 هذا لازم يتضمن أن صورة الـ x1 أكبر من صورة الـ x2. خلينا مرة أخرى الآن نوضح مفهوم الـ decreasing من خلال الرسم. خلينا أفرض مثلا عندي الـ function هذا الـ function f of x. طيب خلينا أخذ الآن x1 و x2 بحيث الـ x1 أقل من الـ x2. إذن خلينا نأخذ x1 هون و x2 على يمينها أكبر منها. طيب خلينا نشوف الآن الصور تبعاتهم. لاحظوا هاي f الـ x1 وهاي f الـ x2. ممتاز. إذن لاحظوا لما الـ x1 أقل من الـ x2 بتكون صورة الـ x1 أكبر من صورة الـ x2. يعني كل ما الـ x تزيد شو بصير في الـ y؟ الـ y بتنقص. إذن هذا مفهوم الـ increasing والـ decreasing. لاحظوا الآن خلينا نلخص الـ increasing شو يعني؟ يعني إذا كانت x1 أقل من x2 هذا implies إنه f الـ x1 أقل من f الـ x2 و decreasing معناتها إنه إذا كان عندي الـ x1 أقل من الـ x2 هذا بتضمن إنه f الـ x1 لازم تكون أكبر من f الـ x2. Example 1. Let f of x بساوي x تربيع. Determine the intervals on which f is increasing, the intervals on which f is decreasing. يعني بدي اشوف وين هالفانكشن راح يكون increasing وين راح يكون decreasing. طيب لاحظوا الفانكشن اللي معاي هو x تربيع. عشان نشوف ال increasing وال decreasing بدي اخذ حالتين. الحالة الأولى بدي افرض انه الصفر أقل أو يساوي x1 أقل من x2. يعني لاحظوا الآن فرضت أنه الـ x1 أقل من الـ x2 ولكن فرضت أنه الـ x1 أكبر أو يساوي صفر. طيب الآن بدي أشوف العلاقة بين f الـ x1 و f الـ x2. الآن مدام الـ x1 والـ x2 ثنتين أكبر أو يساوي صفر إذن الـ x1 تربيع راح تكون أقل من الـ x2 تربيع وبالتالي f الـ x1 راح تكون أقل من f الـ x2. ممتاز. يعني لاحظوا أنا بديت في إنه x1 أقل من x2 توصلت إلى إنه f x1 أقل من f x2 هذا تعريف الـ increasing. إذن نقول إنه الـ f is increasing متزايد وين على الفترة هاي اللي من صفر لوين إلى ما لا نهاية. طيب ممتاز. الآن خلينا نشوف الحالة الثانية.
خليني أخذ الآن إنه الـ x1 لحظة أقل من الـ x2، والـ x2 أقل أو يساوي صفر، يعني الـ x2 أقل أو يساوي صفر والـ x1 أقل من الثنتين سالبات. الآن شو العلاقة بين الـ x1 تربيع والـ x2 تربيع؟ لاحظوا الآن الـ x1 تربيع راح تكون أكبر من الـ x2 تربيع. خلينا نوضح هاي. مثلا لاحظوا لو كان عندي ناقص 4 أقل من ناقص 3، وهي أقل أو يساوي صفر. الآن شو العلاقة بين تربيعهم؟ لما ربع الناقص 4 راح تصير 16، تكون أكبر من ناقص 3 تربيع اللي هي كام؟ اللي هي 9. طيب إذا هاي توضيح لأنه ليش بتكون x1 تربيع أكبر من x2 تربيع، وهاي بتعطيني إنه f الـ x1 راح تكون أكبر من f الـ x2. لاحظوا الآن بديت بإنه x1 أقل من x2، توصلنا إلى إنه f الـ x1 أكبر من f الـ x2، وهذا تعريف الديكريزينج. إذا الآن نكتب إنه الـ f is decreasing. لاحظوا وين؟ على الفترة من هون من ناقص ما لا نهاية إلى صفر. هاي هي الفترات اللي بيكون فيها الفانكشن increasing و decreasing. يمكن لاحظتم من خلال المثال السابق إنه إيجاد الفترات اللي بيكون فيها الفانكشن increasing أو decreasing ما راح تكون دائما عملية سهلة. لحسن الحظ الآن في علاقة بين الـ increasing والـ decreasing والـ derivative للفانكشن. خلينا نوضح هاي العلاقة من خلال الرسم المعطى معي. لاحظوا هذا الرسم بمثل function y بيساوي f x. الآن بالفترة من a إلى b، إذا بنلاحظ الفانكشن increasing على الفترة. طيب شو الآن بالنسبة للderivative اللي بتمثل slope للtangent line؟ لو أخذت أي نقطة بهالفترة وشفت slope للtangent line مثلا هاي النقطة، لاحظوا الآن الواضح إنه slope للtangent line شو ماله؟ positive أو أكبر من صفر. إذا إذا كان عندي f برايم الاكس أكبر من صفر، يعني الديريفاتيف موجبة، شو بكون الفانكشن؟ بكون الفانكشن increasing. طيب خلينا نشوف الآن على الفترة من b إلى c الفانكشن شو ماله؟ decreasing. خلينا نشوف السلوب للتانجنت لاين. لو أخذنا أي نقطة بالفترة وشفنا التانجنت لاين، لاحظوا السلوب واضح إنه نيجاتيف أو أقل من صفر. إذا إذا كانت الديريفاتيف أقل من صفر، شو بكون الفانكشن؟ بكون الفانكشن decreasing. طيب هون مرة أخرى الفانكشن increasing، وبالتالي الديريفاتيف أكبر من صفر. الآن لاحظوا هون بين النقطتين D و E الفانكشن عندي constant. لو حسبت السلوب للتانجنت لاين عند أي نقطة راح يكون صفر، لأنه عندي horizontal tangent line. إذا إذا كان الـ f برايم of x بيساوي صفر، شو بكون الفانكشن؟ الفانكشن راح يكون constant. خلينا الآن نلخص. لاحظوا في عندي ثلاث حالات. إذا كانت الديريفاتيف أكبر من صفر الفانكشن بكون increasing، وإذا كانت الديريفاتيف أقل من صفر الفانكشن بكون decreasing، وإذا كانت الديريفاتيف بتساوي صفر الفانكشن بكون constant. Theorem 4.3.1 بتلخص اللي توصلنا له من خلال النقاش السابق. خلينا نشوف النظرية شو بتحكي. Let f be a continuous function on the closed interval AB and differentiable on the open interval AB then. يعني الفانكشن f متصل على الفترة المغلقة AB، differentiable على الفترة المفتوحة AB. الآن إذا كانت f برايم x أكبر من صفر، يعني الديريفاتيف موجبة لجميع قيم x في الopen interval AB، شو بكون الفانكشن؟ بكون الفانكشن increasing على الclosed interval AB. الحالة الثانية إذا كانت f برايم x أقل من صفر أو سالب لجميع قيم x في الopen interval AB، الفانكشن f بكون decreasing على الclosed interval AB. والحالة الثالثة إذا كانت الديريفاتيف بتساوي صفر لجميع قيم x على الopen interval AB، شو بكون الفانكشن؟ بكون constant على الclosed interval AB. شفنا الآن من خلال النظرية السابقة إنه إذا كانت الديريفاتيف موجب الفانكشن بكون increasing، وإذا كانت سالب الفانكشن بكون decreasing، وإذا كانت صفر بكون الفانكشن constant. الآن ما هي الإجراءات اللي لازم أتبعها عشان أوجد فترات التزايد والتناقص لفانكشن معطى؟ لاحظوا في عندي مجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى أوجد الدومين للفانكشن f. الخطوة الثانية أوجد f برايم x، يعني نوجد الديريفاتيف. الخطوة الثالثة find the critical numbers للفانكشن f. لاحظوا شو هي الكريتيكال نمبرز للفانكشن؟ هي الأعداد اللي بتكون عندها
الديريفاتيف بتساوي صفر أو غير موجودة. إذن هاي هي الكريتيكال نمبرز، بطلعها الآن بعدين بتأكد إنها موجودة وين؟ موجودة في الدومين للفانكشن. الآن في الخطوة الرابعة، هالأعداد أو الكريتيكال نمبرز اللي طلعت معاي في الخطوة 3 بنحددها على خط الأعداد بالإضافة إلى الأعداد اللي بيكون عندها الفانكشن undefined أو غير معرف. هاي مهمة، إذا كان الفانكشن غير معرف عند عدد معين لازم نحدده كمان على خط الأعداد عشان ندرس إشارة الديريفاتيف حوالي. الخطوة الخامسة، بدي أدرس إشارة الاف برايم الاكس طبعا على كل فترة من الفترات من خلال اختيار عدد معين بنتمي للفترة وتعويضه باف برايم الاكس وبشوفها هل هي موجبة ولا سالبة ولا صفر. ممتاز. الآن الخطوة الأخيرة، بدي أطبق النظرية السابقة، يعني إذا كانت الاف برايم موجب الفانكشن بيكون increasing، وإذا كانت سالب الفانكشن بيكون decreasing، وإذا كانت صفر بيكون الفانكشن constant. الآن خلينا نوضح هاي الخطوات من خلال مثال. طيب في example 2 معطيني الفانكشن f of x، وبدي أشوف الفانكشن وين راح يكون increasing وين راح يكون decreasing على الفترة الناقص 1.5 ل 3.5. طيب الآن مثل ما شفنا في النقاش السابق، في عندي مجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى لازم أحدد الدومين للفانكشن f. f هو بولينوميال وبالتالي الدومين إلو r، لكن هون السؤال محددني بهالفترة، إذن الدومين هو الفترة المغلقة من ناقص 1.5 ل 3.5. كويس. الآن الخطوة الثانية، بدنا نوجد الـ critical numbers. إذا في البداية لازم أوجد f برايم الـ x. لاحظوا هاي f الـ x، إذا f برايم راح تساوي 4 في 3 راح تعطينا 12 x تكعيب ناقص 2 في 24 48 x ناقص 3 الديريفاتيف إلها صفر. الآن بدي أشوف وين f برايم بتساوي صفر. إذا بنخلي 12 x تكعيب ناقص 48 x بتساوي صفر. لاحظوا الآن عشان نحل هالمعادلة في عندي عامل مشترك اللي هو 12x. لما ناخذ 12x من 12x تكعيب بظل عندي هون x تربيع، وهون بظل عندي لما اخذ 12 من 48 بظل عندي 4 والx راحت، إذا هاي بتساوي صفر. لاحظوا الآن هاي فرق بين مربعين، إذا ممكن نحللها x ناقص 2 في x زائد 2. الآن شو قيم x اللي بتخلي هالمعادلة بتساوي صفر؟ هي x بتساوي صفر والx بتساوي 2 والx بتساوي ناقص 2. إذا هاي هي الأعداد اللي بتكون عندها derivative بتساوي صفر. الآن عشان هاي الأعداد تكون critical numbers لازم تكون موجودة في الدومين. خلينا نعمل check عليهم. لما x بتساوي صفر هاي تنتمي للدومين، إذا هي critical number، والx بتساوي 2 كمان تنتمي للدومين، إذا هي critical number. الآن الـ x بتساوي ناقص 2 خارج الدومين، إذا لا تنتمي للدومين، وبالتالي هي ليست critical number، إذا بتم استبعاد. ممتاز. إذا الـ critical numbers هم x بيساوي 0 و x بيساوي 2. طيب الآن الخطوة اللي بعديها، بدي أعين الـ critical numbers على خط الأعداد. لاحظوا عندي الفترة من ناقص 1.5 ل 3.5، إذا خلينا نفرض هاي الفترة اللي عندي. ممتاز. الآن عشان نحدد هاي الأعداد، لاحظوا طرف الفترة ناقص 1.5، إذا خلينا نفرض هون ناقص 1.5، هون الطرف الثاني اللي هو 3.5. الآن في عندي الـ x بتساوي 0، إذا راح تكون يعني هون تقريبا، والـ x بتساوي 2 راح تكون تقريبا هون. ممتاز. إذا لاحظوا هاي اللي هي ناقص 1.5 وهاي 3.5، هذول أطراف الفترة. هون عندي الكريتيكال نمبرز اللي هم 0 و 2. ممتاز. الآن لاحظوا بدنا ندرس إشارة f برايم x. انتبهوا جيدا، راح أدرس إشارة f برايم وليس إشارة الفانكشن f. طيب الآن لاحظوا عشان ندرس إشارة f برايم x، f برايم x شو بتساوي؟ تساوي 12x تكعيب ناقص 48x، لكن خلينا أخذها بصورتها المحللة لأنه أسهل في دراسة الإشارة. إذا لاحظوا f x هي 12x في x ناقص 2 في x زائد 2، زي ما حكيت الآن أخذتها بالصورة عشان أسهل في دراسة إشارة الـ f برايم للـ x. طيب
الآن عشان ندرس الإشارة بالفترة من 2 إلى 3.5 بدي أخذ أي عدد هون، خلينا نأخذ مثلا 3 وبعوضه، طبعا هاي F برايم، ونعوضه بالF برايم. بدي أخذ 3 وعوضها بالF برايم. 12 في 3 راح تعطيني موجب، 3 ناقص 2 راح تعطيني موجب، و3 زائد 2 راح تعطيني موجب. إذا الموجب في موجب في موجب. لاحظوا أنا مش بحاجة ل إن أطلع قيمة الديريفاتيف عند العدد، فقط بدي أشوف الإشارة هل هي موجبة ولا سالبة. لأن بين الصفر واثنين ممكن أخذ الواحد وعوضها بالأف برايم. 12 في واحد موجب، واحد ناقص اثنين سالب، واحد زائد اثنين موجب. إذا هو عندي موجب في موجب، موجب في سالب سالب. إذا أف برايم هون شو مالها؟ سالبة. طيب الآن بدي أخذ عدد بين الناقص واحد ونص وصفر، خلينا نأخذ مثلا ناقص واحد ونعوضه بالأف برايم. 12 في ناقص واحد راح يعطيني سالب، وناقص واحد ناقص اثنين كمان سالب، وناقص واحد زائد اثنين موجب. إذا سالب في سالب موجب في موجب موجب. إذا الاف برايم هون شو مالها؟ موجب. ممتاز. إذا الآن وين الفانكشن راح يكون increasing وين راح يكون decreasing؟ راح يكون increasing لما تكون اف برايم موجبة، يعني بالفترة هاي من ناقص واحد ونص إلى صفر بكون increasing. هون اف برايم سالب، إذا الفانكشن راح يكون decreasing بالفترة. هون f برايم موجب، إذا الفانكشن راح يكون increasing بالفترة. ممتاز. الآن فقط تبقى إنه أكتب إنه f is increasing، يعني الفانكشن راح يكون متزايد وين؟ لحظة، على الفترة من ناقص واحد ونص إلى صفر، وكمان بالفترة اللي هون اللي من 2 إلى 3.5. طيب وين راح يكون decreasing؟ ال f is decreasing. لاحظوا وين راح يكون decreasing؟ لما تكون f برايم سالبة، يعني بالفترة من 0 إلى 2. إذا هاي هي الفترات اللي بيكون فيها الفانكشن increasing و decreasing. example 3 مرة أخرى معطيني الفانكشن of x، وبدي أشوف هالفانكشن وين راح يكون increasing وين راح يكون decreasing. طيب إذا الخطوة الأولى هي تحديد الدومين للفانكشن f. لاحظوا f x هو بولينوميال، وبالتالي الدومين له جميع الأعداد الحقيقية r. طيب الخطوة الثانية إيجاد الكريتيكال نمبرز، إذا بدي أوجد f برايم x. طيب f برايم x شو بتساوي؟ لاحظوا راح تساوي 3 x تربيع ناقص 2 x. الآن بدي أشوف وين f برايم تساوي صفر، إذا 3 x تربيع ناقص 2 x بخليها تساوي صفر، وبحاول أحل هالمعادلة. في عندي عامل مشترك اللي هو x، شو بضل عندي هون؟ بضل 3 x ناقص 2. طيب هاي متى الآن بتساوي صفر؟ بعد هاي بتعطيني إنه x بتساوي صفر، وهاي بتعطينا إنه x بتساوي 2 على 3. لاحظوا الآن الدومين للفانكشن هو R، وبالتالي الصفر واثنين على ثلاث موجودات في الدومين، إذا هم اثنين critical numbers. طيب ممتاز، طلعت critical numbers. الآن بدنا نعينهم على خط الأعداد، إذا خلينا نرسم الخط هون. طيب الآن عندي two critical numbers. الكريتيكال الأول اللي هو صفر، خلينا نفرض مثلا الصفر هون، والكريتيكال نمبر الثاني هو اثنين على ثلاث، خلينا نفرضها هون. ممتاز. إذا لاحظوا هاي هي الصفر، وهاي 2 على 3. الآن بدي أدرس إشارة f برايم x. طيب f برايم x شو بتساوي؟ بتساوي 3 x تربيع ناقص 2 x. لكن مثل ما حكينا في المثال السابق بنأخذها بعد التحليل، لأنه أسهل في دراسة الإشارة. إذا f برايم x، لاحظوا من هون بتساوي x في 3 x ناقص 2. طيب الآن بدي أدرس إشارة الـ f برايم في x. لاحظوا بالفترة هاي بدي أخذ عدد أكبر من 2 على 3 أو عايمين 2 على 3، خلينا نأخذ مثلا الواحد ونعوضه بـ f برايم. لاحظوا لما أعوض الواحد بالـ x هاي راح تعطيني موجب، 3 بواحد 3 ناقص 2 1، يعني مرة أخرى موجب. إذا الموجب في موجب هو راح يكون موجب. الآن بدي أخذ عدد بين الصفر و 2 على 3. لاحظوا ممكن أخذ الـ x بتساوي كام؟ 1 على 3. الآن لما أعوض مكان الإكس 1 على 3 هاي راح تطلع موجبة. الآن لاحظوا 3 في 1 على 3 راح تعطيني 1، 1 ناقص 2 ناقص 1، إذا هاي سالبة. موجب في سالب راح يطلع معي هون
سالب. طيب على يسار الصفر مثلا خلينا ناخذ ناقص واحد، لما اعوض مكان الاكس بناقص واحد هاي راح تعطيني سالب ثلاث بناقص واحد ناقص ثلاث ناقص اثنين، اذا هاي كمان سالب، سالب في سالب راح تعطيني موجب. ممتاز. اذا الان وين الفانكشن راح يكون increasing؟ راح يكون increasing لما تكون الدريفاتيف موجبة، يعني هون على الفترة هاي، وهون الدريفاتيف سالب اذا الفانكشن راح يكون decreasing، وهون رجعت الدريفاتيف موجبة وبالتالي الفانكشن راح يكون increasing. ممتاز. اذا خلينا الان نكتب الاف is increasing، لاحظوا على اي فترات increasing، هون من ناقص ما لا نهاية الى صفر، كمان راح يكون increasing بالفترة هاي من 2 على 3 لما لا نهاية، اذا من 2 على 3 لوين؟ لا ما لا نهاية. طيب والاف كمان راح يكون decreasing، وين راح يكون decreasing؟ لما تكون الديريفاتيف سالبة، الديريفاتيف سالبة بالفترة من صفر ل 2 على 3، إذا من صفر ل 2 على 3. هاي الفترات اللي بيكون عندها الفانكشن increasing، وهاي الفترات اللي بيكون عندها decreasing. شفنا الآن كيف ساعدتنا الفيرست ديريفاتيف في تحديد فترات التزايد والتناقص للفانكشن. الآن مرة أخرى الفيرست ديريفاتيف ممكن تساعدني في تحديد اللوكال اكستريم للفانكشن أو القيم القصوى المحلية. خلينا نشوف الآن كيف من خلال هالرسم. الآن لو نظرنا للشكل الأول، لاحظوا عند السي في عندي كريتيكال نمبر لأن الديريفاتيف عندها بتساوي صفر. لاحظوا الآن على يسار السي الفانكشن increasing وعلى يمينها صار decreasing، يعني الديريفاتيف كانت موجبة وبعدين صارت سالبة، وبالتالي إذا الديريفاتيف غيرت إشارتها من موجب إلى سالب شو بكون عندي؟ عند السي بكون في عندي local maximum. كويس. طيب الآن خلينا ننظر للشكل الثاني مرة أخرى. عند السي في عندي critical number، الديريفاتيف بتساوي صفر، واضح إنه عند السي في عندي local minimum. خلينا نشوف الآن الديريفاتيف كيف بتتغير. لاحظوا على يسار السي الفانكشن decreasing وعلى يمينها increasing، يعني الديريفاتيف على يسارها سالبة وعلى يمينها موجب، إذا الديريفاتيف غيرت إشارتها من سالب إلى موجب. إذا الديريفاتيف أو إشارة الديريفاتيف تغيرت من سالب لموجب شو بكون في عندي؟ بكون في عندي local minimum. ممتاز. طيب الآن خلينا نشوف الشكل الثالث. لاحظوا أن الفانكشن على يسار السي كان increasing وعلى يمينها بقي increasing، يعني الديريفاتيف كانت موجبة وظلت موجبة، يعني الديريفاتيف ما غيرت إشارتها عند السي، إذن السي بتكون ليست local maximum وليست local minimum. هون كمان لاحظوا على يسار السي الفانكشن كان decreasing وعلى يمينها بقي decreasing، إذن هون الديريفاتيف سالب وظلت سالب ما غيرت إشارتها، إذن كمان عند السي هون ما في عندي local maximum ولا local minimum. إذن الآن مختصر الحديث، عشان ندرس اللوكال اكستريما او القيم القصوى المحليه للفانكشن بندرس اشاره اف برايم. اذا في عندي عدد سي كريتيكال نمبر، اذا كانت الديريفاتيف على يسار السي موجبه وعلى يمينها سالبه بكون عندي لوكال ماكسيمم، اذا كانت على يسار السي طبعا الديريفاتيف سالبه وبعدين صارت موجبه بكون عندي لوكال مينيمم، اذا الديريفاتيف ما غيرت اشارتها عند السي بكون في عندي ليس عندي لا لوكال ماكسيمم ولا لوكال مينيمم. Theorem 4.3.2 بتعطيني ملخص للنقاش السابق المتعلق في تحديد اللوكال اكستريما للفانكشن اف من خلال استخدام الفيرست ديريفاتيف. طيب شو بتحكي لنا النظرية؟ الآن إذا الاف برايم غيرت إشارتها من موجب إلى سالب حول الكريتيكال نمبر سي بكل الفانكشن اف لوكال ماكسيمم عند السي، يعني اف السي بتكون لوكال ماكسيمم. إذا الديريفاتيف غيرت إشارتها من موجب لسالب بكون عندي local maximum عند السي. طيب الآن إذا الديريفاتيف غيرت إشارتها من negative to positive، يعني من سالب إلى موجب حول critical number سي شو بكون للفانكشن؟ الفانكشن بكون له local minimum عند السي. طيب الآن إذا الفانكشن has the same sign، يعني حافظت على إشارتها حول critical number سي، بكون الفانكشن ليس له local maximum ولا local minimum
حول السي، يعني الفانكشن ما بكون له لوكال اكستريم. هاي الخطوات الثلاث الان لاحظوا هي اللي بنسميها الفيرس ديريفاتيف تيست، وبنستخدمها لتحديد اللوكال اكستريما للفانكشن. اكزامبل 4 معطيني الفانكشن اوف اكس وبدي اوجد اللوكال اكستريما للفانكشن اف. الان مثل ما شفنا في النقاش السابق او من خلال النظريه السابقه، عشان نوجد اللوكال اكستريما اوف اف لازم ادرس اشاره الاف برايم عشان اشوف وين بتتغير من موجب الى سالب او من سالب الى موجب. الان اذا بدي امشي بنفس الخطوات السابقه اللي كنا نستخدمها لما كنا نوجد فترات التزايد والتناقص. اذا في البدايه بدي احدد الدومين للفانكشن اف، ولاحظوا الاف هو كثير حدوده، بالتالي الدومين له جميع الاعداد الحقيقيه r. الان بدي اوجد الكريتيكال نمبرز، اذا خلينا اوجد اف برايم اكس. لاحظوا الان اف برايم اكس شو بتساوي، 4 في 2 هاي 8 اكس تكعيب، وهون ناقص 2 ب 16 راح تعطيني 32 اكس، وال10 مشتقتها 0. الان بدي اشوف وين اف برايم اكس بتساوي 0، اذا 8 اكس تكعيب ناقص 32 اكس بدي اخليها تساوي 0، في عندي عامل مشترك اللي هو 8 اكس. شو بضل عندي هون؟ لحظه، بضل عندي اكس تربيع، وهون لما ناخذ 8 من 32 راح يضل عندي 4. إذا هاي فرق بين مربعين مكتبها x ناقص 2 و x زائد 2. الآن هالمعادلة متى بتساوي صفر؟ لاحظوا لما ال x بتساوي صفر، ولما ال x بتساوي 2، ولما ال x بتساوي ناقص 2. الآن لاحظوا الدومين للفانكشن هو r، إذا جميع هاي الأعداد هي critical numbers. طيب الآن عشان ندرس الإشارة لا الاف برايم، خليني احط هاي الكريتيكال نمبرز على خط الاعداد. طيب الان لاحظوا في عندي الصفر واثنين وناقص اثنين. طيب خلينا بس نجيب اللون الاخضر. طيب لاحظوا الان هاي بدي افرضها مثلا هي ناقص اثنين، وهون الصفر وهون اثنين. طيب لاحظوا هاي ناقص اثنين، وهون صفر وهون اثنين، وبدي ادرس إشارة f برايم الاكس. طيب شو هي f برايم الاكس؟ f برايم الاكس بتساوي، لاحظوا هاي f برايم الاكس، وزي ما حكينا بناخذها بآخر صورة اللي هي 8x في x ناقص 2 في x زائد 2. طيب الآن بدي ادرس إشارة ال f برايم، بدي اخذ عدد على يمين 2 مثلا 3، هون راح يعطيني موجب 3 ناقص 2 موجب، و 3 زائد 2 موجب. إذا موجب في موجب في موجب راح يعطيني هون موجب. طيب بين الصفر و 2 خليني آخذ 1، 8 في 1 موجب، 1 ناقص 2 سالب، و 1 زائد 2 موجب. إذا موجب في موجب موجب في سالب سالب. طيب بين الناقص 2 والصفر خليني آخذ ناقص 1، 8 في ناقص 1 سالب، وناقص 1 ناقص 2 سالب، وناقص 1 زائد 2 موجب. إذا موجب في موجب راح يعطيني هون موجب. طيب وبين على يسار الناقص 2 خلينا ناخذ ناقص 3، 8 في ناقص 3 سالب، وناقص 3 ناقص 2 سالب، وناقص 3 زائد 2 سالب، سالب في سالب موجب في سالب سالب. طيب إذا هاي هي إشارة الـ f برايم x. إذا لاحظوا هون الفانكشن شو راح يكون؟ هون الفانكشن راح يكون decreasing، وهون راح يكون increasing، وهون راح يكون decreasing، وهون راح يكون increasing. لاحظوا طبعا احنا مش طالبين ال increasing وال decreasing، لكن راح توضح كمان المسألة بشكل أفضل. احنا بدنا ال local extreme. طيب لاحظوا عند الناقص 2 الderivative على يسارها كانت سالبة وبعدين تغيرت إلى موجبة. إذا عند الناقص 2 شو راح يكون عندي؟ local minimum. إذا هون خلينا نكتب f ناقص 2 شو بتساوي؟ لاحظوا الآن عشان أطلع قيمة الفانكشن عند الناقص 2 بعوض في الفانكشن اللي هو، لا تخطئ وتعوض ب f برايم x، بنعوض ب f x. طيب عوض مكان ال x بناقص 2 راح تعطينا هاي بتساوي ناقص 22 is local minimum. ممتاز. طيب الآن أجي على الصفر، لاحظوا على يمين على يسار الصفر الديريفاتيف موجب، وعلى يمين الصفر الديريفاتيف سالب، يعني تغيرت من موجب لسالب
إذا اف الصفر راح تكون local maximum. إذا لاحظوا اف الصفر شو بتساوي؟ عوض مكان الاكس بصفر راح يعطيك 10 is local maximum. آخر شيء الآن شو ظل عندي؟ عند 2 الدربت بعي سارة كانت سالبة وعلى يمينها صارت موجبة، إذا اف 2 هي local minimum. إذا لاحظوا اف 2 مرة أخرى لو عوضت 2 بالفانكشن راح يعطيني ناقص 22 is local minimum. إذا هاي الخطوات اللي بنتبعها عشان نوجد اللوكال اكستريما لا فانكشن معطى مثل اف اكس. اكزامبل 5 معطيني الفانكشن اف اكس وبدي اوجد اللوكال اكستريما لهالفانكشن. اذا مثل ما عملنا في المثال السابق في البدايه خلينا نحدد الدومين للفانكشن اف. لاحظوا انا عندي اكس اس 2 على 3 يعني الجذر التكعيبي للاكس تربيع. ما دام عندي جذر تكعيبي اذا ما عندي اي مشكله في الدومين، والدومين هو كل الاعداد الحقيقيه اف. الخطوة الثانية أوجد critical numbers. إذا بدي أوجد f برايم لإكس، طيب شو بتساوي f برايم لإكس؟ لاحظوا أنا عندي constant function، إذا الكونستانت في الديريفاتيف للفانكشن. الآن الإكس أس 2 على 3 الديريفاتيف لها 2 على 3 في إكس أس 2 على 3 ناقص 1 يعني ناقص 1 على 3 ناقص الديريفاتيف للإكس هي 1. طيب وهي لها راح تساوي 3 في، لاحظوا خلينا ابسطها اكتب 2 على اكس، هاي الاكس اس ناقص 3، لا عفوا 3 طبعا، هاي من 2 على 3 والاكس اس ناقص 3 بدي انزلها على المقام تصير اكس اس 3 يعني الجذر التكعيبي للاكس. اذا هون عندي الجذر التكعيبي للاكس ناقص 1. طيب ممتاز. الآن خلينا نبسطها أكثر من خلال توحيد المقامات. شو راح تصير معاي؟ راح خلينا نكتب هاي 1 على 1، إذا الآن بضرب 2 في 1 2 ناقص 1 في 3 في الجذر التكعيبي للإكس يعني 3 في الجذر التكعيبي للإكس على 3 في الجذر التكعيبي للإكس مضروب في 1 يعني 3 في الجذر التكعيبي للإكس. إذا هاي هي f برايم الإكس. إذا لاحظوا f برايم لإكس هي بسط على مقام. إذا الآن بدي أشوف وين البسط بيساوي صفر وين المقام بيساوي صفر. الآن عشان نشوف البسط وين بيساوي صفر بدي أخذ 2 ناقص 3 في الجذر التكعيبي للإكس وأساويها بالصفر. هاي البسط، لاحظوا 3 ما عندي مشكلة ممكن أقسم عليها، وبالتالي بأخذ هاي وبساويها بالصفر. طيب الآن يعني خلينا أوديها على الجهة الثانية، إذا بتصير 2 بتساوي 3 في الجذر التكعيبي للإكس قسم الطرفين على 3 راح تصير عند 2 على 3 بتساوي الجذر التكعيبي للإكس. الآن عشان أطلع الإكس خلينا نأخذ التكعيب للطرفين. إذا هاي شو راح تصير معاي؟ هاي راح تصير معاي 8 على 27 راح يساوي الجذر التكعيبي للإكس تكعيب، طبعا بروح الجذر التكعيبي مع التكعيب بتضل إكس. إذا الإكس هي 8 على 27، هاي اللي بتخلي F برايم بتساوي صفر، وبالتالي هي critical number لأنه الدومين هو R. طيب الآن بدأخذ المقام اللي هو 3 في الجذر التكعيبي للإكس وأشوف وين بيساوي صفر. لاحظوا قسم على 3 يعني الجذر التكعيبي بيساوي صفر، كعب الطرفين هاي راح تعطيني الإكس بتساوي كام؟ الإكس بتساوي صفر. مرة أخرى الإكس هي critical number لأنه الدومين للفانكشن هو R. طيب الآن خلينا نرسم خط الأعداد. طيب إذا عندي هون في عندي two critical numbers اللي هم x بتساوي صفر و x بتساوي 8 على 27، خلينا نفرض هاي الصفر مثلا وهاي 8 على 27. طيب لاحظوا هاي x بتساوي صفر وهاي ال x بتساوي 8 على 27. ابدأ أدرس الآن إشارة f برايم x. طيب شو بتساوي f برايم x؟ لاحظوا الآن f برايم x هي هاي، لاحظوا لكن بسطتها هون خلينا أكتبها في آخر سؤال، هي عبارة عن 3 في 2 ناقص 3 في الجذر التكعيبي للx على 3 في الجذر التكعيبي للx. هاي f برايم الاكس. طيب
الآن عشان ندرس إشارتها بدي أخذ عدد على يمين الثمانية 27، خلينا نأخذ مثلا 1. لاحظوا عوض هون بالاف برايم شو راح تطلع معها، طبعا موجب الثلاث. وهون لاحظوا الجذر التكعيبي للواحد هو 1، إذا هاي 2 ناقص 3، إذا هون في عندي نيجاتيف. على هون لاحظوا الجذر التكعيبي للواحد هو 1 في 3، إذا نيجاتيف على بوزيتيف، يعني شو راح يكون عندي هون؟ نيجاتيف. طيب بين 0 و8 على 27 شو بدي أخذ معها؟ خلينا نأخذ 1 على 27، معوضها هون. الجذر التكعيبي للواحد على 27 هو 1 على 3، راح أضربها في 3 يعني 1، يعني هاي صارت 2 ناقص 1، إذن هي موجبة. وهون الجذر التكعيبي راح يكون موجب، يعني هون عندي موجب على موجب مرة أخرى، إذا راح يعطيني موجب. طيب الآن على يسار الصفر خلينا نأخذ الإكس بتساوي -1، الجذر التكعيبي للناقص 1 راح يكون -1 في -3، إذن موجب 3 في 2 5، إذا هون عندي موجب. على الجذر التكعيبي -1 سالب مضروب في موجب راح يظل سالب، إذا الموجب على سالب هون راح يكون سالب. ممتاز. إذا الفانكشن لاحظوا هون decreasing بالفترة هاي increasing، وبالفترة اللي هون راح يكون decreasing. طيب الآن نيجي على اللوكال اكستريم، لاحظوا عند الصفر الديريفاتيف على يسار الصفر سالب وعلى يمينها موجب، يعني تغيرت الديريفاتيف من سالب لموجب. إذا اف الصفر شو راح تساوي؟ راح الآن طيب اف الصفر لو عوضتها بالفانكشن اللي هون مكان الاكس بصفر هاي الصفر وهاي الصفر، إذا اف الصفر بيساوي الصفر هو از ايش؟ لوكال ماكسيموم ولا مينيموم؟ لاحظوا هون مينيموم واضح. الآن عند 8 على 27 شو راح تكون عندي؟ لوكال ماكسيموم ولا مينيموم؟ لاحظوا الديريفاتيف على يسارها موجبة بعدين صارت سالبة، إذا increasing decreasing يعني عندها راح يكون في عندي لوكال ماكسيموم. الآن F 8 على 27 ممكن تستخدم الكالكوليتر لحسابها، أنا حسبتها هون وطلعت معي 4 على 9، إذا هاي 4 على 9 هي لوكال. ممتاز. لاحظوا هاي اللوكال مينيمم وهاي اللوكال ماكسيمم. اكزامبل 6 معطيني الفانكشن اوف فيكس، وبدي اوجد الانترفلز اللي بكون عندها الفانكشن انكريزنج اور ديكريزنج، وبدي اوجد كمان اللوكال اكستريم للفانكشن. اذا راح نمشي وفقا للخطوات السابقه، في البدايه بدي احدد الدومين للفانكشن اف. لاحظوا الاف هو راشونال فانكشن، وبالتالي الدومين له كل الاعداد الحقيقيه ما عدا اصفار المقام، المقام راح يساوي صفر عند الصفر، إذا الدومين للفانكشن هو R ما عدا الصفر. طيب الآن بدنا نوجد الكريتيكال نمبرز، إذا في البداية خلينا نوجد F برايم الإكس شو راح تساوي. لاحظوا الآن F الإكس هو راشونال فانكشن أو كوشنت، وبالتالي راح أستخدم الكوشنت رول لإيجاد الديريفاتيف. طيب المقام اللي هو إكس تكعيب في مشتقة البسط اللي هي 2X ناقص البسط اللي هو إكس تربيع ناقص 1 في مشتقة المقام 3x تربيع على المقام تربيع على x تكعيب تربيع. طيب خلينا نبسطها، ايش راح تساوي؟ لاحظوا هون x تكعيب في 2x راح تعطيني 2x بس 4، وهون عندي ناقص x تربيع في 3x تربيع يعني ناقص 3x بس 4، وهون عندي ناقص في ناقص 1 موجب 1 في 3x تربيع زائد 3x تربيع على x أس 6. طيب وهي شو راح تساوي؟ 2x أس 4 ناقص 3x أس 4 راح تعطيني ناقص x أس 4، وهون عندي 3x تربيع على x أس 6. طيب إذا هاي هي f برايم x. الآن بدي أشوف وين f برايم بتساوي صفر وين غير موجود. راح تساوي صفر لما البسط يساوي صفر، إذا خلينا نساوي البسط بالصفر. البسط هو ناقص x أس 4 زائد 3x تربيع، وين راح يساوي صفر؟ لاحظوا الآن في عندي x تربيع عامل مشترك، شو بضل عندي؟ بضل عندي ناقص x تربيع زائد 3 بيساوي صفر، إذا هاي راح تعطيني x تربيع بتساوي صفر، يعني الـ x بتساوي صفر، وهاي راح تعطيني إنه الـ x تربيع شو بتساوي؟ الـ x تربيع بتساوي 3.
لاحظوا هاي بتساوي صفر الآن، انقل الإكس تربيع على الجهة الثانية بتصير إكس تربيع بتساوي ثلاث، يعني الإكس راح تساوي صفر، وهاي بتعطيني قيمة تيلا الإكس اللي هي إكس بتساوي ناقص جذر الثلاث، والإكس بتساوي جذر الثلاث. طيب هل هذول كلهم كريتيكال نمبرز؟ لاحظوا الصفر الآن مش موجود في الدومين، لأن الصفر لا ينتمي لدومين الإف، إذن هو ليس كريتيكال. ناقص جذر الثلاث وجذر الثلاث هم كريتيكال نمبرز. طيب الآن بدي أشوف وين المقام بيساوي صفر. لاحظوا المقام هو إكس أس ستة، راح يساوي صفر لما الإكس بتساوي صفر. مرة أخرى الصفر لا ينتمي لدومين الفانكشن، إذا أنا فعليا في عندي تو كريتيكال نمبرز، اللي هي إكس بتساوي جذر الثلاث والإكس بتساوي ناقص جذر الثلاث. طيب ممتاز، الآن خلينا نوضع الأعداد على خط الأعداد ونشوف شو بصير معه. الآن لاحظوا في عندي الكريتيكال نمبرز شو هم؟ ناقص جذر الثلاث وجذر الثلاث. إذا خلينا نفرض هون مثلا ناقص جذر الثلاث وهون جذر الثلاث. لاحظوا الآن على خط الأعداد كمان لازم نحط الأعداد اللي بيكون عندها الفانكشن غير معرف. لاحظوا الصفر خارج الدومين، إذا لازم نوضعه هون كمان، لكن لازم نحط عنده دائرة مفتوحة. ممتاز، إذا الآن شو الأعداد اللي عندي؟ لاحظوا هي ناقص جذر الثلاث، هون عندي الصفر وهون عندي جذر الثلاث. حطيت دائرة مفتوحة عند الصفر لأنه الصفر خارج الدومين. طيب الآن بدي أدرس إشارة الاف برايم. لاحظوا الآن هاي هي الاف برايم اوف اكس. إذا الآن عشان أدرس إشارة الاف برايم بحعوض قيم بالاف برايم وأشوف شو بيطلع معه. طيب الآن على يمين الجذر الثلاث ممكن آخذ اثنين وأعوضها هون وأشوف هل هي موجب ولا سالب. لاحظوا الآن اثنين أس أربعة راح تعطيني ناقص 16، 2 تربيع 4 في 3 12، يعني ناقص 16 زائد 12 راح تعطيني سالب على موجب، إذا هون سالب. طيب بين الصفر وجذر الثلاث ممكن آخذ مثلا 1 ونعوضه، هاي راح تعطيني ناقص 1 زائد 3 يعني موجب على موجب، إذا هون موجب. طيب بين ناقص جذر الثلاث والصفر ممكن آخذ ناقص 1 ونعوضه هون. طيب ناقص 1 بس 4 راح تعطيني 1، وين في عندي ناقص؟ إذا ناقص 1 زائد 3 إذا هاي موجبة، وناقص 1 أس 6 موجبة، إذا موجب على موجب، إذا هون كمان موجب. أقل من ناقص جذر 3 ممكن ناخذ ناقص 2، ناقص 2 أس 4 16، وهون في عندي ناقص يعني ناقص 16 زائد 12 إذا سالب على موجب، إذا هاي راح تضلها كمان سالب. ممتاز، إذا الفانكشن لاحظوا راح يكون هون decreasing، هون الفانكشن راح يكون increasing، هون كمان increasing، وهون راح يكون decreasing. طيب ممتاز، الآن خلينا نحدد في البداية ال increasing وال decreasing. إذا هون مكتوب ال f is increasing، لاحظوا الفانكشن وين راح يكون increasing؟ لما تكون الديريفاتيف موجبة، يعني بالفترات. لاحظوا الآن من ناقص جذر الثلاث وصفر، لاحظوا بنحط عند الصفر فترة مفتوحة، وكمان بالفترة من صفر إلى جذر الثلاث. إذن هاي هي الفترات اللي بكون عندها الفانكشن increasing. طيب وين بكون decreasing؟ راح يكون decreasing لما تكون الديريفاتيف سالب. الديريفاتيف سالب في هالمكان، يعني من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص جذر الثلاث، وين كمان من جذر الثلاث إلى ما لا نهاية. إذا هي فترات التزايد والتناقص. طيب الآن بالنسبة للlocal extrema، لاحظوا الآن عند ناقص جذر الثلاث كانت الديريفاتيف سالب بعدين صارت موجبة. إذا f ناقص جذر الثلاث اللي هي بتساوي، لاحظوا الآن ممكن عشان نوجد قيمتها نعوضها بالفانكشن، راح تكون قيمتها 2 جذر الثلاث على 9، ناقص 2 جذر الثلاث على 9. هاي لاحظوا الآن الديريفاتيف قبلها سالب بعدين موجب، يعني لوكال مينيموم، بينما اف الجذر الثلاث أيضا لو حسبناها راح تطلع 2 جذر الثلاث على 9. هاي شو راح يكون عندها؟ طيب لاحظوا الآن هاي الجذر الثلاث قبلها الديريفاتيف موجب وبعدين صارت سالبة، يعني متزايد متناقص، إذا هي لوكال ماكسيموم. إذن هاي هي فترات
التزايد والتناقص، وهي هي اللوكال اكستريما للفانكشن اف. الآن للتوضيح ممكن نشوف رسمة الفانكشن اف. لاحظوا هاي رسمة اف، لاحظوا الآن الفانكشن راح يكون متناقص من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص جذر الثلاث، بعدين متزايد من ناقص جذر الثلاث إلى صفر مفتوحة، وبعدين هون كمان متزايد من صفر إلى جذر الثلاث، وبعدين برجع متناقص من جذر الثلاث إلى ما لا نهاية. ولاحظوا الآن عندي الإكس بتساوي ناقص جذر الثلاث في عندي لوكال مينيموم، بينما عندي الإكس بتساوي جذر الثلاث في عندي لوكال ماكسيموم. Example 7 معطينا rational function وبدي أوجد اللوكال إكستريما لهالفانكشن. إذا في البداية خليني أوجد الدومين للإف. الدومين لاحظوا شو بيساوي، كل الأعداد الحقيقية ما عدا أصفار المقام. المقام راح يساوي صفر عند 2، إذا الدومين هو R ما عدا 2. الآن عشان نوجد الكريتيكال نمبرز بدي أوجد F برايم X. طيب لاحظوا الآن F X هو كوشنت، وبالتالي راح نستخدم الكوشنت رول لإيجاد الديريفاتيف. المقام x ناقص 2 في مشتقة البسط 1 ناقص البسط اللي هو x ناقص 1 في مشتقة المقام 1 على المقام تربيع، على x ناقص 2 الكل تربيع. طيب هاي شو بتساوي الآن؟ لاحظوا الآن x في 1 x ناقص 2 في 1 ناقص 2، الآن ناقص x في 1 راح تعطيني ناقص x، وناقص في ناقص واحد راح يعطيني موجب واحد على المقام تربيع x ناقص 2 الكل تربيع. هون لاحظوا الاكس بتروح مع الناقص x، بضل عندي ناقص 2 زائد واحد، يعني هي راح تساوي ناقص واحد على x ناقص 2 الكل تربيع. ممتاز. الآن هاي f برايم x، إذن وين بتساوي صفر؟ لاحظوا البسط ناقص واحد، وبالتالي f برايم لا تساوي صفر. الآن وين f برايم غير موجودة؟ عند أصفار المقام. المقام راح يساوي صفر لما x ناقص 2 بتساوي صفر، وهي راح تعطيني إنه x بتساوي 2، لكن 2 غير موجودة في الدومين، إذا 2 ليست critical number. لاحظوا إذا ما في عندي critical numbers، وبالتالي مباشرة ممكن أحكي إنه ما في عندي local extrema، لأنه local extrema إذا موجودة راح تتواجد عند critical numbers. إذا هون no critical numbers. وبالتالي no local extreme. طيب ممتاز، إذا هيك لاحظوا انتهى الحل، يعني هو طالب اللوكال اكستريما وأنا توصلت إنه ما في عندي local extreme، لكن خلينا نفرض إنه بطلب مني كمان التزايد والتناقص، إذا بدنا نعمل خط الأعداد ونشوف هالفانكشن كيف راح يكون، أو إشارة الإف برايم كيف راح تكون. لاحظوا الآن أنا على خط الأعداد بعين الكريتيكال نمبرز، ما في عندي كريتيكال نمبرز إذا ما في أعداد أعينها، لكن كمان بعين الأعداد اللي بكون عند الفانكشن أنديفايند. الفانكشن أنديفايند عندي 2، إذا خلينا نفرض هاي 2 وبرسم عندها دائرة مفتوحة، بدي أشوف إشارة الإف برايم. لاحظوا الآن هاي الإف برايم. لاحظوا الآن المقام دائما موجب والبسط دائما سالب، إذا هالمقدار دائما راح يكون سالب على يمين 2 وعلى يسار 2. لاحظوا الفانكشن راح يكون كمان هون متناقص وهون متناقص. من الواضح لاحظوا ما في عندي لوكال ماكسيموم او لوكال مينيموم. ولمزيد من التوضيح ممكن نشوف رسمة الفانكشن. لاحظوا هاي رسمة f x، لاحظوا متناقص او decreasing من ناقص ما لا نهاية لغاية 2، وكمان من 2 لما لا نهاية راح يضل decreasing. اذا هالفانكشن دائما decreasing. هاي لاحظوا مش مطلوبة في السؤال، لكن هي لمزيد من التوضيح، يعني السؤال لغاية هون بنتهي الحل، هاي زيادة فقط للتوضيح. Example 8 معطيني الفانكشن اوف x بيساوي x ناقص 2 sin x، الx تنتمي للفترة من 0 ل 2 باي، والمطلوب هو ايجاد اللوكال اكستريما للفانكشن f. لاحظوا الان الدومين للفانكشن محدد في السؤال اللي هو الفترة من 0 ل 2 باي. يعني خليني أوجد f برايم x عشان نوجد the critical numbers. f برايم x بتساوي الديريفاتيف للx هي 1 ناقص 2 الديريفاتيف للساين كوساين x. الآن بدي أشوف وين ال f برايم بتساوي 0، يعني 1 ناقص 2 كوساين x بيساوي 0،
يعني الواحد راح تساوي 2 كوساين x قسم الطرفين على 2 يعني نص يساوي كوساين x. لأنوال الكوساين x بتساوي نص. لاحظوا الكوساين موجب في الربع الأول والرابع. في الربع الأول راح يعطيني إنه x بتساوي باي على 3، وفي الربع الرابع راح يعطيني إنه x بتساوي 2 باي ناقص باي على 3، وهي راح تساوي كم؟ لاحظوا 2 باي هي 6 باي على 3 ناقص باي على 3 5 باي على 3. إذا هاي في عندي 2 critical numbers اللي هم الباي على 3 و 5 باي على 3. لاحظوا هاي بالدرجات هي 60 درجة وهاي بالدرجات هي 300 درجة. طيب الآن خلينا نحدد الـ critical numbers على خط الأعداد. كويس، الآن لاحظوا عندي أطراف الفترة اللي هم 0 و 2 باي. خلينا نفرض هون عندي 0 هون 2 باي. الآن في عندي هون باي على 3 خلينا نفرضها هون، وفي عندي 5 باي على 3 خلينا نفرضها هون. ممتاز. إذا لاحظوا هاي أطراف الفترة اللي هي 0 و 2 باي، وهاي اللي هي باي على 3 أو 60، وهاي اللي هي 5 باي على 3 أو 300. طيب الآن بدرس إشارة الـ F برايم. لاحظوا الآن F برايم الـ X شو بتساوي؟ F برايم الـ X هي هون، هي 1 ناقص 2 كوساين X. طيب ممتاز. الآن لاحظوا بدي أشوف إشارة الـ F برايم بالفترة من 0 لباي على 3، يعني من 0 ل 60، وبالتالي ممكن آخذ الزاوية هون 30 مثلا. لاحظوا كوساين الـ 30 جذر الـ 3 على 2 بتروح 2 مع 2، إذا هون راح يصير في عندي 1 ناقص جذر 3 اللي هي قيمة سالبة. طيب الآن بين الـ 60 والـ 300 ممكن آخذ الـ X 90، كوساين الـ 90 هو 0، إذا هاي 1 ناقص 0 راح يعطيني 1 يعني موجب. لأنه بين الـ 300 والـ 360 ممكن آخذ 330، الكوساين للـ 330 هو نفس الكوساين للـ 30 اللي هو جذر 3 على 2، المرة أخرى 2 بتروح مع 2 بضل عندي 1 ناقص جذر 3 اللي هي سالب. إذا لاحظوا هون الفانكشن decreasing وهون increasing وهون decreasing، يعني واضح الآن بالنسبة للlocal extrema عند الباي على 3 في عندي local minimum، وعندي الخمس باي على 3 في عندي local maximum. طيب إذا لاحظوا F الباي على 3 شو بتساوي؟ الآن ممكن أجي هون على الفانكشن وأعوض مكان الـ X بباي على 3، راح تطلع F الباي على 3 أنا حسبته هون بتساوي باي على 3 ناقص جذر 3، واضح إنه عنده local minimum is local minimum، لأنه الديريفاتيف على يسارها كانت سالبة وعلى يمينها صارت موجبة، بينما عندي 5 باي على 3 هاي مرة أخرى الآن ممكن أعوضها بالفانكشن راح تطلع معاي 5 باي على 3 زائد جذر 3. لاحظوا الآن على يسارها الديريفاتيف موجبة وعلى يمينها سالب، إذا في عندها local maximum is local maximum. ممتاز. إذا لاحظوا عند الباي على 3 في عندي local minimum، وعند الخمس باي على 3 في عندي local maximum. خلينا الآن نرجع للرسم للفانكشن، هاي رسمة الفانكشن. لاحظوا عند الباي على 3 في عندي local minimum، بينما عند الخمس باي على 3 في عندي local maximum.